مساء الخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا على الهواء مباشرة برنامجكم اليومي ليمتة. اليوم موضوع حلقتنا مشاهدينا الكرام عن مرض السكر وآخر التطورات اللي فيه، وما هي الأدوية والأجهزة الجديدة التي طرأت وسوف تساعد بإذن الله من علاج هذا المرض، ودور معهد دسمان للسكري. وراح نتحدث إن شاء الله عن ما هي يعني استعدادات لمريض السكر خلال شهر رمضان، وإن شاء الله هذا شهر الخير والبركة، أيام تفصلنا بيننا وبينه. اللي حاب يتواصل معنا في حلقتنا لهذه الليلة مشاهدينا الكرام، عندكم الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، عندكم التواصل الاجتماعي، ومعدينا الأستاذ فارس المطلق وجابر المرد وأستاذ خالد الحجي على تم استعداد أخذ جميع أسئلتكم واستفساراتكم. رحب في ضيفي الدكتور فيصل الرفاعي مدير الخدمات الطبية في معهد دسمان للسكري. حياك الله دكتور. يا هلا، يحييك بخالد، ومشكورين على استضافتي للبرنامج المرة الثانية. يسعدنا يا دكتور، ويكفي أنك دائما حريص وتوجب دعوتنا دائما لبرنامج ليمتة ولمتابعين ومشاهدين برنامج ليمتة. ويمكن أنا وياك تحت الهواء قلت لك من المعهد اللي عندي على طول. نعم. هذا يعني دور وحرص منك وتشكر عليه دكتور. الله يسلمك. بداية دكتور، نبي نعرف عدد مرضى السكر في دولة الكويت، يعني احصائياتهم بشكل عام. نعم، احصائية سنة 2013 اللي هي اكثر واحدة. نعم. حداثة تورينا ان في تقريبا 23% فاصلة واحد تقريبا من سكان الكويت فيهم مرضى السكر. اذا كم النسبة دكتور؟ 23.1. نعم، وصار لنا يعني تقريبا 3 سنوات تتراوح النسبة ما يعني ما حول الرقم هذا. السنة اللي طافت كانت أعلى شوية بنسبة بسيطة، واللي قبلها لا كانت أقل من 23، لكن هذا الرقم اللي إحنا صار لنا 3-4 سنوات يعني كنسبة دائما متقاربة من الرقم هذا اللي هو 23. بطريقة ثانية، هو 1 من كل 4 تقريبا أشخاص. نعم، 1 من كل 4 كويتيين فيه هناك الخامس مريض سكر. كويتيين وغير كويتيين، كويتين وغير كويتين كسكان بشكل عام. نعم، 1 من كل 4 في سكري. في سكري، يعني هذه مؤشر طبعا. اي نعتبر احنا مستحلين المركز الاول خليجيا وعربيا في مرض السكر. احنا مستحلين المركز الثاني خليجيا بعد المملكه العربيه السعوديه، ومستحلين العفو وعربيا الثاني هم عربيا. نعم، خليجيا وعربيا رقم 9 عالميا، وفي بعض الناس يمكن اللي يتابع نزلنا من 6 إلى 9، لكن النسبة مستمرة حول 23، وهذا دليل على أن العالم كله قاعد يصعد يرتفع من ناحية النسبة. فإحنا قاعد نواجه مشكلة على مستوى عالمي طبعا، لكن في منطقة الخليج بالذات المشكلة أكبر شوي. أكبر شوي. نعم. مؤثرات مثلا الجو، البيئة، العادات والتقاليد بالأكل. بالضبط. هي المسببات الرئيسية دكتور؟ الرئيسية أنت جبتها بالضبط يا أبو خالد. أول شيء طريقة الحياة، نمط الحياة. نمط الحياة فيه نوع من التكاسل، الرفاهية الزايدة، الجو ما يساعد على الحركة، ما في عزوف من الرياضة، وطبعا نمط الأكل اللي هو عالي بالنشويات، عالي بالسعرات الحرارية والسكريات. فهذول العاملين يمكن الأهم في ازدياد نسبة السكر في المنطقة هذه. في المنطقة. خلنا نتحدث دكتور على مجتمع الكويتي. نعم. ما عرفت شنو الأسباب اللي أدت مثلا لزيادة مرض السكر، شنو الأسباب؟ لأنه كما ذكرت قبل قليل أنه مؤشر يعني مخوف أو مؤشر خطر نعتبره. نعم. إحنا ما نبي نكبر الكلمة للمشاهدين. نعم. أنه مؤشر يعني سلبي الجهات الرسمية أو الجهات. نعم. الأخرى. نعم. ما شفتوا شو الأسباب في المجتمع الكويتي إن زيادة السكر عندنا؟ نعم نعم، كدراسة خذتوها كدراسة. نعم نعم نعم، وهو طبعا مثبوت علميا ودراساتنا تؤكد إن الأشياء اللي تكلمنا عنها اللي هي الرياضة، قلة الرياضة، نمط الحياة اللي هو في التكاسل، والتغذية السيئة هم من أهم 3 عوامل، والسمنة العفو العامل الرابع السمنة. طبعا تدري هذول كل يدشون في السمنة هم بعد. هذول الـ4 عوامل هي أكثر عوامل قد تؤدي إلى النوع الثاني من السكر. في نوعين من السكر رئيسيين، النوع الأول، النوع الأول والنوع الثاني. شنو الأول؟ النوع الأول ما بين 5 إلى 10% من جميع حالات السكر هي النوع الأول، وهو نوع يعتمد على الإنسولين تماما، بمعنى أنه على الأبر. يعني على الأبر
هو انقطاع الانسولين تماما، ماكو انسولين بالجسم. نعم. فتحتاج التعويض بالابر. النوع الثاني يشكل 90 الى 95% من حالات السكر في العالم، وهو النمط اللي هذول المسببات الاربعه. وطبعا بالكويت ليش نشوف المعدلات هذه اعلى من الدول اللي عندها نفس الاشياء، نفس المشاكل في الغرب مثلا، نفس الشيء، الاكل هم هناك مو صحي الى اخره، هم في مثلا عزوف عن الرياضه. لكن الشيء اللي بالخليج نشوفه اقوى هو ان الرفاهيه جت في فتره وجيزه فغيرت نمط الحياه. الرفاهيه عندنا هنا بالدول الكويت جت في 50-60 سنة من اكتشاف النفط، فتغيير نمط الحياه كان سريع، وهذا الشيء اللي خلى النسب هذه تتسارع اكثر من الدول اللي الرفاهيه والتقدم فيها اخذت مراحل، ها يعني تطور على مدى سنين. فهذا من اسباب ارتفاع النسبه هذه بسرعه، الوعي. يعني رفاهيه المواطن الكويتي في دوله الكويت عرضة لمرض السكر. هذا يعني شو اقول لك، ما في شك ان الرفاهيه المتسارعه هذه وتغيير نمط الحياة المتسارع، يعني أنا وياك يمكن أبو خالد آبائنا وأجدادنا ما عاشوا النمط هذا في طفولتهم، كانوا يتحركون، كان في يعني حتى طريقة اللي بالبحر بالبحر واللي بالبار بالبار والحركة كلها حركة كلهم يختلف. ها يعني الحين ما شاء الله ما في قاصر، الحلى موجود، الإدام موجود في شكل مستمر. ها في السابق لا، كان في تقنين في المسألة، كان في أمور طبيعية، الحين صارت لا مو طبيعية. ولكن التغيير بالنسبة للمجتمع الكويتي صار بسرعة، فهذا من أسباب نمط المعيشي غير، يعني رفاهية مثلا توفر الحمد لله فضل الحمد لله عام رب العباد عندنا هني. دكتور السمنة أكثر تعرض لمرض السكر 100% ضعيف جسمانيا، ضعيف جسمانيا هذا يعني نسبة إصابة النحيف بالسكر أقل بكثير من نسبة اللي فيه سمنة. في ربط يعني قوي جدا وثيق بين السمنة والنوع الثاني من السكر. النوع الأول يعني هذا نوع من السكر إيه بدون يعني ما تقدر يعني ما في أي وقاية منه بأمانة، صعب ولا هو وراثي. ها يعني حالات هذه تطلع كذي وطبيعية، إحنا معدلاتنا بالكويت يعني متوسط حتى مقارنة في أوروبا مثلا كذا، ما تختلف كثير. لكن النوع الثاني هو اللي أكثر نمط الحياة، يتأثر في نمط الحياة. واضحة. إيه. نعم. وصلت جزئيتك. إيه. دكتور بالنسبة للعامل الوراثي. نعم. إن مثلا الأب مصاب بمرض السكر أو الأم ويتوارثون الأبناء. نعم. هذا هم يعني مثال كشرط أساسي أو من واقع التجربة أنتم شفتوها. رب أسرة لو عنده الله يخليه لهم عيالهم إن شاء الله، لو عنده 4 أطفال لابد واحد فيهم مصاب سكر. النسبة ترتفع مع اللي عنده إصابة في مرض السكر أكثر بالنوع الثاني من الأول. فدائما من الأشياء اللي احنا نركز عليها هو وجود سيرة عائلية من مرض السكر، يعني دائما في سؤال هل في سكر في الأسرة، فتلاقي نحتاط أكثر في ان نشد على نمط الحياة، الأكل، الرياضة في سن مبكر، بحيث ان نحاول الوقاية من المرض. لان نعم اللي عنده احد من الأسرة، اب، ام، عم، خال، هم بعد يأثر، اخو، فدائما عامل وراثي. هذا في عامل وراثي من النوع الثاني مؤكد علميا. نعم. دكتور يمكن تطرقنا في الرفاهيه وما الرفاهيه في دوله الكويت، الان يمكن تطور العالم والتكنولوجيا، الان مطاعم الوجبات السريعه. نعم. بدون ذكر اسماء كمطاعم. نعم. نسميها الوجبات السريعه في اي مطعم. نعم. كان اصبح الوجبات السريعه مسبب رئيسي لمرض السكر ولامراض اخرى في اختصاصات اخرى، بس اتكلم في كاختصاصك اصبح رئيسي الوجبات السريعة مرض رئيسي لمرض السكر. نعم. صحيح؟ نعم صحيح. في ربط من بعض الدراسات ان الوجبات السريعة والغذاء اللي يعني خلينا نقول غير صحي يتكون من مكونات بعض المرات غير طبيعية، يتم طبخه بطريقة سريعة، في بينه وبين النوع الثاني من السكر ربط. نعم. هذا يعني مثبوت. طبعا تقدر تقي منه في أمور أخرى، لكن نمط الأكل يأثر جدا في التعرض لمرض السكر، تعرض نفسه. كذلك الحلويات، خلنا نأخذ بعمرين مرحلتين. أي. كأطفال. نعم. وككبار بالعمر مثلا. أي. من تعدى 40 عام. أي. أنه يخفف مثلا أكل الحلويات. نعم. لأن العمر يأخذ حقه من
احنا وكذلك إيه الاطفال نعم كثرة الحلويات لهم نعم هل تسبب بعد كذلك مرض السكر؟ تصدق ابو خالد في سوء فهم ان الحلويات كثرتها مثلا تؤدي اعطاها قاعده دكتور ورسخوها بذهاننا ان كانت حلويات كانه بس الحلويات هي اللي تسبب السكر. طبعا هذا مو صحيح. ها الحلويات حالها حال حتى النشويات ترى اللي هم الكربوهيدرات. اي شيء باعتدال واحنا نقول طريقه غذاء مريض السكر لا تختلف كثيرا عن الغذاء الصحي بشكل عام. احنا المشكله شنو خاصه بالكويت وبالخليج؟ يعني التركيز على الحلو بشكل كبير، فالاكل بشراهه. احنا نقول لا، تقدر تاكل حلو بس بكميات قليله بتقنين. شلون دكتور؟ يعني كل شيء خلينا ناخذها واقع في المجتمع الكويتي. نعم كمثال. نعم تروح الان سواء يعني زرت ديوانيه يا يعطونك التمر او يعطونك حلويات اخرى. صحيح عند خواتنا وامهاتنا النساء نعم الحلويات عندهم ما لذة وطاب نعم من هني لهناك ايه وتجيك تقول لك انا مسوي رجيم وعافي عليها الساعات الحراريه او السكريات ما اخذها حقها. صحيح صحيح. احنا نقول هذا واقع من مجتمعنا شيء اكيد، لكن مثلا تفضلت بالديوانيه وكذا، يعني بدل الواحد ياكل 10 تمرات ياكل 3 باليوم ما في باس، بس هو التقنين في الكميه. الحلويات اذا بتاكل عندك 3 وجبات، واحدة منهم خلها حلى آخر شيء تحلي واحدة منهم بس بقطعة قليلة. مثلا ما شاء الله يعني الكنافة بدلا تكون هالكبر تكون صغيرة، بس ما نقدر لازم تعطي المعدة حقها. أنا أقول لك مخالد الرد على هذا، لأن تدري المرضى يواجهوننا في هذه الأسئلة وهذا أمر طبيعي، لأن يقول لك هذا واقع. الرد هو شنو تفضل بس دكتور عشان لا يضيع السؤال؟ نعم بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار أبيك تعطي الأطفال نعم هل هو خطر عليهم كثرة نعم الحلويات نعم ثم ننتقل للكبار اللي نعم من 40 سنة وما فوق؟ نعم هو طبعا يعني بأمانة أطفال إيه بأمانة ما في اختلاف، الحلويات لازم تقنن سواء كنت صغير أو كبير. الصغار سبحان الله في السن هذا هم عندهم قدرة على حرق السعرات هذه بطريقة نشاط أفضل. نعم من نشاط، لكن هم تنتبه في جيل يعني متكاسل بطريقة غريبة، مجابل التلفزيون، مجابل الكمبيوتر، مجابل التليفون غير عن أول. ها لعب بالفريج، ها كرة كذا ما صار قبل. يعني فرقة الألعاب بالسابق فيها حركة، فيها حركة. الحين الألعاب صارت وانت قاعد قاعد كل شيء على الشاشة عليك نور. فهذا لا، هني تبتدي تكون حذر. في السابق الحلة يعني مع الحركة والهذا يحترق خلاص يستفاد منه الجسم. فالطفل هذا تكلمنا عنه، الكبير مثل ما قلت يعني نرد عليهم شنو نقول؟ أيه أفضل إنك تقدر تأكل شوية من الحلويات طول عمرك ولا تأكل 4-5 سنوات بعدين ينقطع عنك تماما مرة واحدة؟ شنو اللي يعني قليل دائم خير أفضل من كثير من كثير؟ بالضبط صدقت. نعم صدقت دكتور. إحنا عندنا تقرير بس قبل أن نشوف التقرير عن دور معهد دسمان للسكري، أحب أنوه المشاهدين الكرام اللي حاب يبي يستفسر من دكتور، حاب يبي عنده أي سؤال أو أي مشكلة عنده بما تخص مرض السكر، الدكتور فيصل الرفاعي على أتم الاستعداد. عندكم الأرقام ظاهرة في أسفل الشاشة. نروح معاكم مشاهدين نشوف هذا التقرير ونرجع مع ضيفنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابع احنا وياكم هذا التغرير عن معهد دسمان للسكري، وشيء جميل لما نشوف هذا المبنى الشامخ باجهزته بكوادر طبيه متواجد في دولة الكويت وعلى ارض دولة الكويت يخدم المواطن والمقيم. دكتور، يا تتكلمنا عن هذا المركز، متى تم انشائه؟ نعم، تم افتتاح معهد دسمان للسكري في 2006، ومن ذاك الوقت الحمد لله. هو طبعا كان يمكن قبل هذا كان في بمبادرة من الأمير الراحل رحمه الشيخ جابر الصباح، وتم بافتتاح صاحب السمو الشيخ صباح جابر صباح الأحمد صباح الله يحفظه في وقته في 2006 على إيده تم الافتتاح. ومن ذاك الوقت الحمد لله احنا في تقدم مستمر من ناحية الخدمات الطبية نوفرها، الأبحاث اللي احنا قائمة في تقريبا ما يقارب 50 بحث قائم حاليا في معهد دسمان للسكري، عندنا تعاونات مع 14 جهة عالمية وداخل الكويت كذلك، من جامعات، من مراكز طبية، من مراكز أبحاث. أضف إلى ذلك الأنشطة التثقيفية والتعليمية اللي المركز يحرص عليها بشكل أسبوعي. نعم. دكتور، راح نتكلم على الدور والمهام اللي يقوم فيه معهد دسمان بإذن الله، بس نبي نعرف الخدمات اللي قدمها لمرضى السكر هذا المعهد، شنو قاعد يقدم لهم؟ احنا طبعا سوينا شيء شوي يختلف عن الخدمة اللي مقدمة من كأطباء سكر في القطاع العام وزارة الصحة. اللي سويناه حطينا فريق متكامل، مو بس طبيب السكر، لكن التخصصات اللي تخدم مريض السكر وعلاجه، اللي هي التثقيف، التغذية، أخصائي العيون، أخصائي القدم، ودائما بتفاعل من الصيدلاني. هذول الست تخصصات، خمسة مع طبيب السكر، هما الفريق المتكامل اللي يوصل أهم الخدمات الطبية لمريض السكر. المرحلة الثانية اللي بعد هذا إن عندنا فوق 25 تخصص يتبع مرض السكر ومضاعفاته، مثل القلب، الكلى، الأعصاب، الأسنان. ففي تخصصات مرض السكر يأثر الأجهزة هذه، ومع الوقت تخرج المضاعفات وتبين المضاعفات. فالتخصصات هذه حطيناها في مكان واحد، بحيث أن المريض لما يجي معهد دسمان للسكري ما يحتاج أنه يطلع من المعهد عشان يدور الخدمة. فالتسهيل هذا تحت سقف واحد أو مبنى واحد أو مجمع واحد يخدم بالضبط مريض السكر. المرضى طبعا اللي يجون معانا بعد زيادة لازم نكمل المهمة عشان الفائدة تعم. المرضى أغلبيتهم يشاركون في أبحاث عندنا في المعهد، بحيث أنه نصل إلى اكتشافات تساعد. أبحاث منين؟ من طلبة أم من أشخاص؟ من واقع تجربة أم من جامعات؟ لا، الأبحاث عندنا إحنا طاقم أبحاث داخل المعهد، وطبعا بتعاونات مع أخصائيين، أطباء، هيئة تمريضية، صيدلانيين من داخل الكويت ومن خارج الكويت، من جامعات ومراكز تبادل خبرات مثلا، تبادل خبرات وتبادل أبحاث علمية. يعني عندنا مختبرات في داخل المعهد مو بس لتقديم الخدمة للمريض، لكن لتقديم الأبحاث. نعم، اللي يعني تساعد مثلا وتطور في علاج هذا المرض وتشخيص. شنو الأقسام الموجودة الرئيسية؟ أنت تطرقت لتيم فريق عمل، بس هناك أقسام لاحظناها يمكن حتى بالتقرير شفناها. نعم. شنو الأقسام متواجدة في معهد دسمان للسكر؟ نعم، الأقسام الرئيسية هي الخدمات الطبية، وفي تفرعات تحتها مثل ما تفضلنا التخصصات. نعم. المختلفة. في قسم التثقيف والتعليم المستمر اللي يعني في المريض، والتثقيف والتعليم المستمر للعاملين في القطاع الصحي، وهم هذا ورشات العمل، مؤتمرات كذا تحت هذا القطاع. في قطاع الأبحاث يتكون من 5 وحدات في تخصصات مختلفة، من الكيمياء إلى الخلايا الجذعية والخلايا البنكرياس، من الجهاز المناعة مثلا، تخصصات بحثية تعتبر. والأخير هو قسم التوعية الصحية، واللي يعني في زيادة التوعية الصحية في المجتمع من ناحية مرض السكري. لاحظ في هناك مثلا عيادات في المستوصفات كعيادة صغيرة تخدم لأبناء هذه المنطقة، في المستشفيات الحكومية المتواجدة مثلا في المحافظات، معهد دسمان خدمات اللي يقدمها غير عن هذه الخدمات، أو خدماته أكبر من دور اللي بالمستشفيات تحديدا؟ نعم، لا،
هو طبعا اغلب التخصصات موجوده نقول احنا في المستشفيات، لكن في بعض المستشفيات ما عندها، بعض المستشفيات عندها، التعاون يكون يختلف، طريقه التعاون. اضف الى ذلك ان مستوى الاطباء اللي يجون معهد دسمان او اللي احنا يعني نستقطبهم المعهد هو مساعد استشاري واستشاري، احنا نسميه اخصائي او استشاري، اللي هم اعلى خلينا نقول وظيفتين في القطاع الطبي من الدكتور. نعم. والهيئه التمريضيه تكون هيئه تمريضيه ذات خبره عاليه. والسبب هو ان الفريق هذا بالتعاون مع بعض افضل في تقديم الخدمه من اللي هم اقل خبره. وضح لي اياها، يعني تيم فريق واحد مثلا، تيم فريق واحد، واقول لك كمثال اختياره مثلا بدقه بعنايه، اختيارهم يتم بدقه، يعني دقه من ناحيه الكفاءات الاكاديميه والكفاءات المهاريه يعني الاثنين. وبعدين التيم يتعاون بطريقه بحيث انه يفهم فكره التعاون كفريق لمعالجه مرض السكر واحنا نساعده. فكمثال عندنا ملف الكتروني، كل عضو من الفريق لما يكتب وصفة أو يكتب نوت يعني للمريض مثلا، للمريض عن المريض حالته كذا، تقدم بالمريض، الكل يقدر يقراها بكل سهولة ويتعاون ويشارك في رأيه. بينكم انتوا قاعدين مكاتبكم أو بعياداتكم وإحنا قاعدين نشوف كل واحد شنو كتب، شنو قال، شنو سوى، شنو الفحوصات المطلوبة، شنو النتائج. شنو دورها دكتور هذه؟ يعني هل هي توعية بينكم، إرشاد، تذكير؟ لا، هي توعية وتسهيل لمعالجة المريض. لأن أنا أعطيك مثال، المرضى الحين كمثال يروح المستوصف، المستوصف يعطيه وصفة حوله إلى المستشفى، المستشفى عرف بس اللي مكتوب بالتحويل، تمام؟ ما يقوم فحصة مرة ثانية؟ لا، يقوم في فحصة مرة ثانية. طيب خلنا نفترض المريض خلص من المستشفى، رد المستوصف، اللي بالمستوصف عرف شنو صار بالمستشفى؟ ما عرف. إلا المريض يقول له، خلينا نقول اللي بالمستشفى حوله على قسم القلب، رد. مرات ما في الربط في المعلومات. لما يتم الربط بالطريقة هذه في ملف واحد، في ملف واحد يتم الربط ورقيا ملفكم، احنا ملفاتنا الكترونية، ملفاتنا الكترونية تماما الحين، حتى الوصف الوصف الأدوية، الفحوصات، الأشعة الحين كله عن طريق الملف الالكتروني. نعم. دكتور، من اللي حاب يراجعكم مثال؟ نعم. اي مريض الان حاب يراجع مع احد دسمان، نعم، هل يقدر يراجع دايركت ام عبر مستشفى يحولونه ام عبر جهات اخرى؟ نعم نعم، هذه طبعا حسب اتفاقيه التعاون مع وزاره الصحه. تدري المعهد سعته وقدرته على استيعاب المرضى محدوده، احنا قلنا النسبه، خلنا نحول النسبة إلى أرقام. السعة اللي تستقبلون فيها كمثال الأعداد اللي تقدرون باليوم. نعم، إحنا حالياً 30 50 100. لا، حالياً إحنا عندنا 5000 مريض في المعهد. 5000 مريض. 5000 مريض، ونتابع 17000 مريض عن طريق الربط الإلكتروني. نعم. هذه الأرقام الحالية. في الكويت على النسبة اللي قلناها في تقريباً ما يعادل 400000 مريض سكر. 400,000 مريض سكر موجود الآن في دولة. نعم. الكويت في حسب إحصائية 2013. نعم، وهذا يمكن طبعاً 400,000 ما بين مواطن ومقيم. نعم، وإحنا نقول هذا أقل الأعداد، يمكن النسبة يمكن أعلى من كذي، العدد أعلى من كذي. أصبح نص سكان الكويت مصابين. يعني طبعاً 400,000 مو شوية، بكل أمان إحنا قلنا الربع. الربع حولها دكتور ما بين كبار، ما بين رجال ونساء، ما بين أطفال. إيه، العفو ابو خالد زين اللي ذكرتني، هذه النسبه حق الكبار فقط وليس الاطفال، من دون الاطفال 400,000 للكبار، كبار فقط. نعم، النوع الثاني، النوع الاول لا، حسبتها تختلف وارقامها تختلف اقل، مو كثير طبعا، لكن 400,000 النوع الثاني. فانت شنو قرر المعهد بالتعاون مع وزاره الصحه؟ احنا ما نبي ناخذ المرضى العاديين من الوزاره ونجيبهم عند معهد دسمان. تبون مرضى مثلا من الحاله الواحد او نبي الاطفال من النوع الاول اللي حالتهم صعبه، او اي مريض سكر بتحويل من المستشفى الحكومي استشاري سكر تكون حالته مستعصيه صعبه عنده مضاعفات، حاول الطبيب معاه انه ينزل السكر على مدى اشهر او سنه ما قدر. احنا ناخذه لان النموذج اللي نعمل فيه يوفر للمريض الراحه والقدرة على أنه يساعد معانا في تطبيب نفسه. ومثل ما تفضلت، المستوى
اللي نختاره من العاملين في المعهد على مستوى كفاءة راضي مثلا كفاءة يعني احنا ما نقول افضل ولا طريقة التعاون تكون اكثر وخبرتهم اكثر. بس دكتور ما دام انه 400,000 هذا مو مؤشر خطر على دولة الكويت؟ ما حطيت مثال، ذكرت انت في بحوث بينكم سواء محلية او خارجية ما حاولتوا تداركون هذا الوضع انه اخاف السعودية؟ انت تقول 23% سيطرنا عليه خلال أعوام إذا ارتفع بسيط ونزل يعني في معدل ارتفع في نزول صحيح، بس خوفك إنه في يعني السنوات القادمة يكون العدد أكبر يعني الآن أصبح نص شعب الكويت مريض بالسكر. أنت كلامك أبو خالد صحيح، والطريقة اللي الأنسب إنك تتعامل مع النسبة هي بالوعي، الوعي توعية الصحي. توعية صحية 100%. كثر ما نقدر نوصل المعلومة اللي قاعد نتكلم عنها النسبة العالية وكذا، كثر ما الناس إن شاء الله تبتدي تعرف إن الخطر موجود بسبب طريقة الحياة والنمط الحياتي هذا، فتغييره في أقرب وقت والوقاية منه أفضل من إنه توصل للمرحلة هذه، والقدرة على الوقاية موجودة. زين ليش ما تنزلون؟ نعم دكتور ليش ما تنزلون ميدانيا مثال؟ نعم إحنا نتفق إنه قلت أحد الأسباب، قلت ما في رياضة، تكاسل، تغذية، هذه الأسباب الرئيسية. تكاسل أنا أتفق معك يعني كحكم تجربة وكمواطن كويتي شيء مو طبيعي. يعني أبدأها أنا يبدأها بنفسي، ما قمت في زيارة مثلا لكم أو لأي جهة أخرى لمرض السكر أخذ إذا في سكر ولا ما في سكر. كل شيء عندنا الآن أصبح مثلا بالوسيط، مطعم يوصل لك الطلبات، مصبغة توصل لك الطلبات، السوبر ماركت يوصل لك الطلبات، انت الكويتي خليك قاعد متمدد ان شاء الله المرض ياكلك من راسك لاخمس قدميك. إيه انت ترتاح، بس ما دام عندك فلوس انت ترتاح. ليش ما زرتوا مدارس؟ ليش ما زرتوا مراكز عمل باتفاق مع وزارات؟ خلنا نفحص اليوم وزارة المواصلات العاملين فيها، خلنا نشوف نطالع، خلنا نوعيهم، يمكن شخص لا يعلم انه مصاب بهذا المرض. صحيح. وهو صحيح، صدقت بخالد، والحمد مشكور ان انت اضفت النقطة هذه في برنامج احنا انشأناه قبل سنة ونص تقريبا مع وزارة التربية. زرنا ما يقارب 65 مدرسة وشفنا اعداد بالالاف من الاطفال والطلبة للتثقيف والتوعية على مرض السكر ومضاعفاته، فاحنا قمنا بالخطوة الاولى والحمد لله التجاوب كبير، والتركيز مثل ما انت تفضلت على الطلبه لسبب لان عندنا القدره على الوقايه من المرض قبل حدوثه. قبل حدوثه يعني. بالضبط، قاعد نمد يعني تمتد يمتد هذا المجال وتمتد التعاونات. السنه اللي طافت الحمد لله مع اداره الاطفاء قمنا بفحص وقائي حق جميع العاملين في اداره الاطفاء بالكويت. نعم. وتابعنا اللي فيهم مرض السكر وتابعنا اللي فيهم ما قبل مرض السكر. تم اكتشاف مثلا حالات لا يعلمون انه مريض بالسكر؟ اوه في بعضهم ما كانوا يدرون. إيه بس دكتور لما الفحص ما يكون له مثلا شروط؟ مثال تكون صايم؟ نعم. تكون ماكل؟ نعم. ولا نسبة تبين عندكم سواء إذا كنت ماكل نسبتك هذا معدلها، إذا كنت صايم نسبتك هذا. نعم. معدلها. هو إذا كنت صايم أو بعد ساعتين من الأكل، هذول هما الرقمين التشخيصيين للمرض السكر. فإذا كنت صايم في رقم، وما بعد الساعتين من الأكل في رقم أنك تكون أتميت. لكن اللي احنا نستعملها في الفحص الوقائي هو شكة الإبرة هذه البسيطة، وهذا مؤشر فقط. إذا اكتشفنا أن الرقم عالي مؤشر بدائي يعني بدائي. نعم. عليك نور. فإحنا نقول إذا الرقم هذا خارج نطاق الطبيعي ايه؟ نسوي الفحص من الوريد، عينة الدم من الوريد اللي هي تأكيد للتشخيص. وفي نوعين، في الفحص اللحظي لمعدل السكر بالدم أو التجسسي اللي يوريك معدل السكر عبر 3 أشهر. واحد من الاثنين هو يشخص المرض بطريقة تأكيدية، لكن شكة الإبرة هي بداية وسهلة طبعا، ما تأخذ أكثر من ثواني، فإحنا نفضل أن نبتدي فيها. نعم. خلنا نأخذ اتصال من أختنا أم عبد الله. أم عبد الله حياك الله. ألو. حياك الله أم عبد الله. السلام عليكم. سلام الرحمة. دكتور موجود؟ تفضلي، قاعد سمعت، تفضلي. الله يعافيك. السكري أنا كله مرتفع وقديم وآخذ 4 أبر. نعم. سكر يعني عندك كله أمشي كله أمشي نفس الشيء كله مرتفع؟ إيه كله والله مرتفع. تأخذين كم إبرة؟ آخذ والله 4 باليوم. ها؟ إيه والله في اليوم. دكتور اختنا عبد الله حين ويانا على الهواء تقول تأخذ 4 أبر
والسكر مرتفع في كل الحالات. في سؤال تبي تسألها مثلا عشان قبل أن هي مكالمتها؟ هو طبعا أم عبد الله، متى أنت فيك سكر وأي نوع؟ نعم، من متى فيك سكر وأي نوع؟ أنا والله من 86 قبل القزو. لا يعني عمرك كان كم وتعرفين أي نوع من السكر؟ عمري كان يعني مو كبيرة، بس هو يعني عن طريق السمنة. أها بعدين نعم. سويت رجيم وهذا صار زين. الحين كم سنة كله يرتفع؟ للحين في سمنة ولا لا؟ أول كان مضبوط. للحين في سمنة ولا لا؟ الحين صار له كم سنة ما أدري، مع الكبر ما أدري. نعم. عبد الله زرتي معهد دسمان؟ إيه الحين أنا قاعدة أسوي إجراءاتي بدسمان، بس الحين 6 أشهر ولا دخلوني على الدكتور. 6 أشهر؟ نعم. 6 أشهر قاعد تراجعين وما دخلت على الدكتور؟ إيه 6 أشهر التوعية والأدوية كل تفتر عليه. إن شاء الله إن شاء الله، يمكن هذا روتين عندهم مثلا على الأدوية، قلت قاعد يعطون يسوون اختبارات، بس إن شاء الله الدكتور أخليه من باكر أختي يا أم عبد الله إنك تدشين عليه بإذن الله. شاكلة يعني أنا تعبانة كلش. إن شاء الله إن شاء الله تابعينه وإن شاء الله تسمعين. بعدين جسمي كله يقرصني. يقرص الجسم. نعم نعم إن شاء الله. يقولوا لي من السكر. إن شاء الله يا أم عبد الله، الحين تسمعين الرد وإن شاء الله تسمعين لي. أخوي أعطوني موعد حق الدكتور وليد الضاحي، هذا دكتوري. إيه؟ 24/6. الله 24/6 من متى؟ إيه متى؟ أنا من شهر واحد. من شهر واحد. واحد تحاليل. أعطيت موعد 24/6. والله من شهر واحد أراكب عندهم وروح التوعية وروحي الأدوية وناس والله بالواسطات خذتها. دقيقة عشان ما تكبر الموضوع. حبرة السكتوزة هذا اللي عشان ما تكبر الموضوع. دقيقة بس عبد الله، انت من شهر واحد اعطوك موعد 24/6 عشان بس يسمعها الدكتور صح؟ اي من شهر واحد 24/6 ادش عند دكتوري وليد الضاحي. ان شاء الله اسمع الرد مع عبد الله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه اخوي ما قصرت. مشكوره. اعتقد سمعت حاله اختنا ام عبد الله. نعم. فيها مرض السكر. الكل مرتفع في السنوات الاخيره، سوت رجيم وضعفت ثم ارتفع معاها، تاخذ 4 أبر. حلو؟ جسمها الله يشفيها ان شاء الله، تقول قاعد يقرصها من السكر. هذا كطبيا، خليني اخذك انا شخصيا في جانب الثاني، يعقل اجيك شهر واحد تعطيني موعد 24/6؟ هذه نص سنه راحت. صحيح. طبعا الحيثيات انا ما اعرفها، احنا التحويل العاده ناخذه من استشاري سكر في إيه مستشفى. حدثك قالت وليد الضاحي اعطاها موعد مع الدكتور وليد الضاحي. دكتور وليد الضاحي وكل الدكاتره اللي عندنا عندهم عيادات في المستشفيات مالتهم، يتم تحويل مريض السكر منهم الى معهد دسمان. فمرات هم يحولون لاسباب معينه، ما يكون شرط انه هو يبي يخليه راجع عنده كطبيب بالمعهد، لكن يبي يمر في التخصصات الثانيه اللي هي مثلا التثقيف والتغذية، العيون، القدم، كل هالأمور. أول هي قالت يعطوني أدوية، أعتقد إذا ما خلت ذاكرة أن أكثر من عيادة يمكن خذيتوها قبل لا تتجه للدكتور. بس أنا أتحكي عن الموعد. بس قبل لا أتحكي كمان عن الموضوع مع عبد الله، معنا أختي نادية. نادية حياك الله. نادية نعم حياك الله، أنت على الهواء. أخيرا إن شاء الله. ألو. هلا حياك الله أختي. السلام عليكم. سلام ورحمة. ما أدري، أنا بكلمكم عن بنتي. إيش فيها؟ بنتي عمرها 15 سنة. نعم. قصري على التلفزيون وسمعيني من السماعة. نادية قصري على التلفزيون وسمعيني من السماعة، عندي صدى ما سمعت. أي نعم. تفضل. إيش فيها؟ عمرك بنتك الله يخليها لها لك. 15 سنة. عمرها 15. السكر عمرها 14 سنة. يعني كان عمرها سنة فيها مرض سكر. لا مو سنة. عمرها 14 يعني صار لها سنة. وياها يعني سكر مرتفع فجأة، يعني قامت تترجع وما أعرف إيش، وبعدين اكتشفوا إن فيها مثل تسمم بالدم أو أحماض بالدم. وعالجناها في مستشفى مبارك بس ما في أي نتيجة، مسكينة وللحين قاعدة السكر مو راضي ينزل، وقاعدة تاخذ 4 أبر وتغز أبرها في بطنها، وكانت تعاني يعني حتى قاعدة تلعب رياضة وتخفف ما ينزل السكر عندها. نادية أختي. نعم. بنتك الله يخليها لك، من كان عمرها سنة فيها مرض السكر الآن. نعم. صار لها سنة. انتكست حالتها، الدم عندها قالوا في تسمم بالدم، رجعت المستشفى. نعم. مبارك ما في ما في اي تطور لعلاجها ابدا ولا شيء. ما حولت مثلا قالت نحولك على معهد دسمان؟ حاولنا، قلنا نبي ناخذ ملكها، بنحاول، رفضوا.
رفضوا قالوا علاج اي قالوا علاج مهني احنا احسن من بسمار، ايش رايك؟ حالته الصحيه لحد الحين بانحدار مثلا؟ اي نعم والله للحين يعني مسكينه يعني بين فتره وفتره على طول يعني تطيح. تسمعين الرد ان شاء الله اختي ان شاء الله ان شاء الله. مشكوره ابو مشعل حياك الله. السلام عليكم. السلام الرحمه. اكلم الدكتور. تفضل يسمعك الدكتور يا ابو مشعل تفضل سؤالك. انا صار لي تقريبا سنه صار فيني سكر. نعم. وقاعد اكل الحبوب هذه منظم. بس انا ما عندي مشكله بالارتفاع، يعني يرتفع يعني 10 11 12 مرات 13 بس بعد الاكل، ويعني اخذ لي تقريبا ساعه كذي ينزل عادي. من الحبه لما تاخذ الحبه ينزل؟ لا لا ما اخذ الحبه، يعني مثل لما تعشى يرتفع عادي، لما يصير مرات 9 10 وما اكل حبه اللي هي الجلوفا. شو اللي تسوي شو اللي تسوي ابو مشعل عشان قاعد ينزل عندك بعد الاكل مثال؟ شنو اللي قاعد تسويه عشان قاعد ينزل؟ ما اسوي شيء، ما اسوي شيء. من نفسه كذي تلقائي؟ من نفسه ينزل عادي طبيعي وكذي، بس انا مشكلتي شنو؟ انه مرات اذا العصاري كذي ما اكلت شيء ولا هذا يصير مثل الهبوط، يعني يوصل تقريبا 4.9 كذي. انا مشكلتي الهبوط يعني، فاروح اكل. اذا ما كليت صار عندك هبوط. اي بس. يعني على جوع، اذا انت على جوع صار عندك هبوط على طول. ايوه بس اذا ارتفع مثل عندي ذا ارتفاع ما عندي مشكله، يرتفع ياخذ له يمكن نص ساعه هذا ينزل بعدين عادي طبيعي بدون حبوب بدون شيء. كنت اكل يعني بس اكل الصبح قبل الغيوم جنوفيا واحده حبه واحده ان شاء الله. اي واللي هي الغداء اللي بعد الغداء اللي هي جلوفاس هذه قالوا لي بعضهم يعني بعض الناس اللي فيهم سكر قال انت غداك ما تاكل واجد، فلا ما له داعي تاكل هذه لان هذه تضعف ويمكن تسبب لك اللي قاعد تسبب لك هبوط. ان شاء الله مشكور. ما بعرف السبب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مشكور يا ابو مشعل والله يشفيك ان شاء الله. خلينا نرجع حق اختنا ام عبد الله اللي هو اول اتصال. قلت ان الاجراءات روتينيه العيادات اللي قاعد تاخذونها لا لا بس مو بس خلينا ناخذ كحالتها الشخصيه. نعم نعم شخصها لي طبيا ثم ناخذ ليش موعدها بعد 6 أشهر على عجال عشان اخذ انا طبعا اتمنى ان ام عبد الله تكلمنا عشان نعرف بالضبط شو اللي دار وش اللي صار، لكن ظني بموضوع الموعد. اي طبعا المواعيد احنا عندنا ما تاخذ هالفتره هذه، لكن بحب احرص لان في بعض الناس تعتقد ان لما يوم عد اسمان يعني ينشافون خلال يوم يومين. لا احنا ما نشوف حالات طارئه وقت. اي احنا ما نشوف حالات طارئه وهذه نقطه ضروريه، هذه طريقه انشاء المعهد تركز على هذه النقطه. احنا ما نقوم في دور الطوارئ او وزاره الصحه في هالمساله، العلاج انتم دور ابدا، احنا نقوم في علاج ما بعد اكتشاف السكر ومحاوله علاجه، ف يعني يعني مرحله متقدمه. لا. دكتور خلينا نطمنها بحالتها. إيه انا ودي قاعد يقرصها. إيه إيه 4 أبر مو راضي ينزل. نعم. ارتفاع خلينا نطمنها هي. نعم. قاعد إيه تتابعنا. لا ان شاء الله طبعا 4 أبر هو مستوى متقدم من السكر هذا واضح، واظن التحويل هذا صحيح، لكن لازم في تركيز على مو بس طبيب السكر ولكن التثقيف من ناحيه تعامل المريض مع المرض. انت اذا تاخذ 4 أبر بس ما تغير نمط اكلك ولا تقوم بتخفيف الوزن ولا في اي رياضه باليوم ما راح يكون في علاج. وبعض المرضى اللي ناخذهم عارفين هالشغله بس نبي ناكدها معاهم ونساعدهم في انه يوصلون لهالمرحله قبل لا يشوفون الطبيب، لان الطبيب يقول لك انا حاولت في المستشفى عندي كثير. الناقص هو هذه النقاط اللي مو موجوده يمكن بكل المستشفيات، الفريق هذا المتكامل. فانت ما تحوله من مستشفى وتعطيه نفس الطبيب، شو الفرق؟ انت تحوله من مستشفى وتعطيه كل الخبرات هذه وبعدين تقول له تعال شوف الطبيب، وراح تلاقي ان شاء الله ام عبد الله الاختلاف كبير اذا كملت معانا. ام عبد الله تراجع باكر او يوم الاحد انت اختار على راحتك. لا لا لا. عشان نبي ام عبد الله يعني متابعتنا ومشاركتنا. حياها الله، انا بيها تتصل فيني باكر عشان اطلع ملفها الالكتروني وراح اعطيها الرد باكر. تيني متى وشلون وليش صار كذي وشنو الخطوات بالضبط؟ ان شاء الله. بس انا اتمنى من معديننا رغم ام عبد الله تحت الهواء باذن الله يا ام عبد الله مالت الا طيبه الخاطر وننسق معاك اكيد تحت الهواء باذن الله. اكيد. خلينا ناخذ اختنا ام مسعود. ام مسعود حياك الله. السلام عليكم. السلام الرحمه. تفضل يا ام مسعود انت على الهواء. ايوه. السلام عليكم. السلام الرحمه. عندي مداخله حق الدكتور. تفضل قاعد سمعك. اي يا هلا ومرحبا. تفضل قاعد سمعك. بخصوص ان انا مريضه سكر. نعم. واخذ 4 أبر باليوم وماشيه. نعم. مع علاج معهد اسمان، يعني انا الحمد لله من ضمن الحالات اللي خذوهم. نعم. لكن انا بسال ليش ما في ربط بين معهد اسمان مثلا اذا انا محتاجه حق تكميم
ليش ما يتم عن طريقهم تحويلي حق وحدة التكميم أو تحويلي حق المستشفى على أساس أني مريضة بسوي العملية هذه؟ عملية تكميم؟ لأن لما أروح أنا وعالج يعني وراكب على العملية إيه، لأن أنا قال لي الدكتور أنت يعني إذا تسوين عملية تكميم راح يروح عندك أو يخف عندك السكر. أنت يعني فيك سمنة مسعود؟ ليش ما يتغرب بين معهد دسمان والمستشفيات الثانية بخصوص مرضتك؟ نعم مسعود قصري على التلفزيون الله يخليك لي، وسمعيني من السماعة عشان بسرعة الوقت، ولا نحرم غيرنا من الاتصالات، في ناس هناك مرضى يبي يسمعون. انت فيك سمنة صح؟ تبتين تكميم عشان تضعفين صحيح؟ صح. المعاناة اللي تعانينها ان ما يكون هناك ربط ما بين معهد دسمان السكري مع الجهات الاخرى، تروحين باجتهاد شخصي من قبلك بعيد عن المعهد. اي انا لما رحت قالوا لي بعد سنتين. بعد سنتين؟ اي اللي هي الجهة المعنية، مين الجهة المعنية؟ المستشفيات العادية اللي هي مستشفى مثلا إذا بروح مستشفى الحكومي. الحكومة إن شاء الله مسعود إيه؟ إن شاء الله يعني بلد. أنا أبي يكون اتصال متواصل يعني إن شاء الله إن شاء الله التحويل عن طريق محدد اسمه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وبالنسبة حق الأخت اللي قالت إن الموعد إن الموعد بعد 6 أشهر، ترى أنا قبل شهر رحت حطيت موعد، يعني موعدي طاف، رحت حطيت موعد قالوا لي شهر 10 موعدك لسمان. شهر اللي طاف قالوا شهر 10 إي هذه ثاني حالة دكتور، بس يعني تنويه إيه حق إن شاء الله إن شاء الله يا أم مسعود إيه إن شاء الله مشكورة إيه. شكرا. هاي تأكيدا لكلمتها معدلة قالت 6 أشهر. أختي نادية بنتها الله يخليها لها عمرها الآن 15 سنة، قبل سنة يعني انتكست حالتها وصار فيها مرض السكر، ودتها مستشفى مبارك، بس يا ليت الاتصالات بعد إذنكم رتبوها ورا بعض عشان ما يصير أقطع ودشي، فيكون ترتيب. علي العتيبي عطونا علي، حياك الله العتيبي. يا هلا والله وغلط. تفضل حياك الله يعافيك. انت على الهواء علي. اي مساك الله بالخير. حياك الله حياك الله شلونك؟ الله يرحم والديك ويطول بعمرك. الله يعافيك. اخوي اكلم الدكتور طال عمرك. سمعك تفضل على طول. يا هلا وغلط. دكتور انا طال عمرك اخذ 4 ابر شو اسمه السريعه 3 45 وحدة واللانتوس بالليل 60، والسكر معاي يوصل 20، ومعاي جلطات ومعاي ضغط ومعاي يعني شو اسمه يعني امراض. فالحين مسوي حميه موخره على النشويات، ومريت صيدليه خذيت من عندهم صيدليه برا دايميكرون او دايكرون، هذا مكمل امريكي مكمل غذائي. نعم. نزل معاي هاليومين وصل 8 ولا يحوشني هبوط بعد، فما ادري والله. الحبه خذيتها علي من اجتهاد شخصي من قبلك صحيح؟ اي مريت الصيدليه قلت له انا على طول معاي الصيدليه برا يعني. نعم. فقال لي في مكمل غذائي امريكي بس تراجع مع هدسمان علي انت ولا ما تراجع؟ والله انا راجع الكي او سي طال عمرك بس مع هدسمان ما حد يوصله، من يوصله يقولون بس حق الطبقه القريبه حواليهم. ان شاء الله ان شاء الله يا علي والله يشفيك ان شاء الله مشكور يا حبيبي. بس انا بسال الدكتور طال عمرك اخوي ان شاء الله تسمع الرد حبيبي. تسمع الرد ان شاء الله يا عتيبي. لا عن المكمل الغذائي هذا دكتور عشان ادري بخاطرك رد علي الحين. يلا دقيقه بس عشان الوقت ان شاء الله. الدايمايكرون طبعا ما هو مكمل غذائي، هو دواء لمرض السكري واللي سواه دايكروم مكمل دايكروم ما ادري، بس اذا هو دايمايكرون الاصل، وهو طبعا مو مكمل غذائي، لكن انت اوريدي قاعد تاخذ انسولين بطريقه يعني وحدات كثيره اضافه دكتور. ومن علي علي, علي عندك اتصالات علي الله يرحم والديك يا حبيبي توكل على الله. نصيحتي انا ان اذا قاعد تراجع في الكي او سي ممكن يضيفوا لك، في بعض الناس فكرهم انه بس ياخذون الانسولين وما يقدرون ياخذون حبوب معاه، الاجابه هي لا تقدر تدمج. ما اقدر اخذ الجلوكوفاج علي 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 تتعب. علي اي نعم بعد اذنك دكتور عشان الوقت عشان ما ازعل غير لك، وعد لما خلص الحلقه انا شخصيا ادق عليك واخلي الدكتور يتناقش انت وياه، ادنا تقرقع بقلبك ومالك الا طيب. يا حبيبي ان شاء الله. محمد حياك الله. ام محمد ام محمد انت على الهواء تفضلي. السلام عليكم. سلام الرحمه. انا صراحه اخذ 4 ابر سكر. 4 ابر. واخذ الجيكوفاز، والجيكوفاز اذا خذيته يسوي لي شو اسمه التهاب بالكلى، ياذيني وايد.
وطبعا معي سرد مامل ووزني ما ينزل نهائي، فما اعرف شنو الحل. عندي مره ثانيه، انت تاخذين اربع اوبر؟ اربع اوبر فقط. تاخذين الحبه اللي هو منظم للدم، منظم صحيح؟ منظم سكر، اسف، صحيح؟ صحيح. صار معك التهابات؟ هي على طول. والكبد ذكرتي؟ لا، الكلى. الكلى. وصار معك دمامم صحيح؟ اي. بعد شنو فيه؟ وعلى طول يطلع في جسمي دمامم ابدا ما يعني يخلص منهم. ما في شيء ثاني؟ وكل ما احاول اني انزل وزني ما ينزل. ما ينزل الوزن. ان شاء الله. ترجعين المعهد ولا ترجعينه؟ لما طلبت منهم ما رضوا اني اروح المعهد. ان شاء الله، ان شاء الله محمد. بس ان شاء الله يا ريت المكالمات توقفون عشان اللي شاركه ونرد لهم. دكتور على عجاله واللي عافيك. اختنا ناديه بنتها عمرها 15 سنه والعمر كله ان شاء الله، يعني الله قبل سنه تراجعت، صار فيها مرض سكر تسمم بالدم حسب ادعائهم. راجعت مستشفى مبارك لحياتها اللي متنادي انتكاس، طلبت اكثر من مره مراجعه المعهد وحرموها منه. طيب تعليق احنا دكتور. نوضح بعض الامور. التسمم اللي شرحته هي قالت كلمه ثانيه وهي الاهم، احماض بالدم. هذا النوع الاول من السكر، طريقة تشخيصها مرات في أن ارتفاع السكر يؤدي إلى أحماض بالدم، اللي بعض الناس يعني سوء فهم أنه يقولون تسمم بالدم، هو ازدياد الأحماض بالدم لكثرة السكر بالدم. اللي شرحته الأخت رادي عن بنتها أنه في مستشفى مبارك صار لها ما يقارب السنة، هذه السنة حق النوع الأول من السكر ما يقارب 6 أشهر إلى 12 شهر، يمرون في مرحلة احنا نسميها شهر العسل. السكر هني في بعض الأحيان يحاول البنكرياس يحارب بعد للحين في الانسولين، ففي عدم انتظام في افراز البقايا مالت الانسولين، فتعطي الانسولين بجرعات تلاقي فيه تفاوت فوق وتحت. فاحنا نتوقع ان هذه الفتره قد تستمر مرات الى سنه، لكن بس ما يكون هناك اعراض لها مثلا قاعد ميتها خايفه عليها وبنتها. احنا نشوف يعني بامانه تقول اخاف تنتكس اكثر. نعم. اخاف يصير امور اخرى. نعم. خارج عن ارادتها. هي المتابعه المستمره ضروريه، اذا حاسه ان في بعض الامور محتاجتها مو موجوده. انا ابي اقول حق الكل ترى، لان ادري ان في سوء فهم تجاه معهد دسمان كونه معهد بالاصل بحثي، فوايد ناس تقول من يروح هناك؟ شلون تروح هناك؟ احنا نقول يقول قال احد الاخوان يقول واسطه طبقه مخمليه. نعم نعم نعم. تدري يعني شوف موقع المعهد مرات يعطي انطباع انه اللي قريب منه يعني كانه مثلا مستشفى الاميري دسمان يخدم المستشفى. ابدا احنا نشوف انت ذكرت ما شاء الله يعني 5000 حاله مريض عندكم، 17000 مريض راجعكم. اكد لك ابو خالد ان المرضى من جميع محافظات الكويت، جميع الاسامي والطبقات. دكتور عشان الوقت ترى ما عاد عندي الا 5 دقائق. لو اختي ناديه تبي تحول عندكم تراجعكم، شو الحل؟ حق الجميع. انا اقول لك حق الجميع نواجهها مرات، وانا اقول لك ليش. الحجوه الحين هذه للجميع. للجميع. ونواجهها كثير، وانا اكون صريح. الاطباء في المستشفى هم يحسون بالمسؤوليه تجاه المريض، فيحاولون معاه بشتى الطرق. المرضى مرات ما يستوعبون في محاولات. الحل لن يأتي بيوم وليلة، يبي له وقت ومثابرة. وتصدق احنا عندنا بالمعهد يعني بعض الناس يقولون شلون تسوون شيء، نقول اذا ما تلتزم بالموعد مرتين نسكر ملفك. ينصدمون، نقول لان ما عندنا وقت نخسره، نبيك انت لا تضيع هالوقت هذا. نفس المشكلة اللي اعاني منها الان انا على الهواء مباشرة، دائما اقول لهم يا اخواني بعد السلام وجه سؤالك، عط مجال غيرك. الان عندي اتصالات كثيرة مو قادر اخذهم، الوقت يعني حاكرني انا ما اقدر. فاحنا نقول لهم شغلتين، اذا ما في تحويل يجيب لي تقرير مفصل عن حالتك تطلبه انت من الطبيب، واحنا نشوف التقرير ونقدر. بالنسبة لابو مشعل راح اخذه تحت الهواء، هذا وعدته. ام سعود كانت مريضة سكر تاخذ اربع اوبر بمعهد دسمان. نعم. تحكت على التكميم. نعم. تقول انا بحول مستشفى، اي مستشفى. نعم. سواء الصباح، الفروانية، الجهرة، العدان، مبارك. تقول خارج عن ارادتكم، ليش ما يكون هناك ربط بينكم وبين الجهة الاخرى؟ نعم. اعطوها موعد بعد سنتين. 6 اشهر. لا. لا. ست اشهر عندكم. عفوا، اي حق التكميم. مستشفيات سنتين. انتم 6 اشهر صدتوا. انا صراحة اشكر مسعود على الفكرة هذه. احنا
من أول ما بدينا خلينا نقول يعني ربط الخدمات الطبية عندنا كان ما يقارب 4 سنين. الحين بدينا في 5 أو 6 تخصصات، اليوم عندنا فوق 25 تخصص. أنا أوعد مسعود أني راح أبحث الموضوع هذا مع وزارة الصحة أنه يكون عندنا طبيب جراح يحل الحالات اللي تحتاج التكميم، ويكون لها تعاون بيننا وبين لازم تكون تحت رعايتكم وتحت عيونكم وتحت نعم. راح تقومون مثلا بدورها مثلا احنا اقول لك هي اعطتنا فكره جدا حلوه ان احنا راح نحاول. ليش ما تاخذون هذا الاقتراح وتبنون نعم اللي قالته اختي انه يصير في ربط بيننا وبين جراحات التكميم وانتم تشرفون عليها لان مريضاتكم بالاساس ما في باس. يعني احنا بعطيكم اياها كمستشفى اخر استعاره تسوون هذا العمليه لها نعم وترجع لي لانها مريضتي بالاساس. احنا طبعا عمليات ما نسوي بخاطر ادي بس برا برا تسوي عليك بس انا قلت ابو مشعل اوعدك فكره حلوه وان شاء الله نطبقها ان شاء الله. ابو مشعل اللي وعدناه علي العتيبي، ابو مشعل يقول صار له سنه ياخذ حبوب منظمه مال السكري، يقول 10 11 12 13 ما ادري شنو اسمها بالضبط. قالوا له لا تكثر بالغداء، إن كثرت بعد الغداء يحس بالجوع، يحس بهبوط، فيروح ياكل له اي لقمه عشان ما يصير عنده هبوط. ابو مشعل طبعا ابو مشعل هو قام ياخذ دواء ثاني وهذا اللي قاعد يسبب له الهبوط. نصيحتي له ان الصيدلاني اعطاه ممكن الدواء الصحيح، لكن الطبيب اللي يشرف على برنامجه من ناحيه السكري المفروض يقول له شنو الدواء، وممكن قد يكون هناك تفاعلات مع الانسولين تؤثر في الهبوط اللي هو شرحه. طبعا دواء يسبب وهو ليس مكمل غذائي بأمانة إذا كان الاسم صحيح، فأنا أبي يراجع مع طبيبة هذه الشغلة ويتأكد أن الحمية توافق وحدات الإنسولين اللي يأخذها. إذا قل الأكلة لازم يقل الإنسولين، وإذا رفع الأكلة عشان يصير نسبة وتناسب بالضبط. ففي طريقة يتعلم فيها شلون يعد السعرات الحرارية وعلى أساسها الكربوهيدرات يأخذ جرعة الإنسولين، فلازم يكون في تشجيع من طرفه. نصيحتي له يرجع حق طبيبه ويصارحه في الدول اللي خذاه عشان التفاعلات هذه تحل. نعم عشان الوقت قاعد يداهمني. اختنا ام محمد اللي هي قالت فيها جلد دمام ويعني لها كذا حاله مضاعفات الكلى الكلى نعم. الكلى نعم. انا بس بقول حق ام محمد اختي ام محمد واختي واخوي علي واختي نادية واختي ام عبد الله لكم باذن الله بعد الهواء بعد قليل الى التلفونات عندكم باذن الله احنا بخدمتكم حتى لو تحت الهواء نكمل معاكم لان الوقت داهمنا. دكتور انا شاكرك على حضورك دكتور فيصل الرفاعي مدير الخدمات الطبيه في معهد دسمان السكري. اتمنى جزئيه واكدت على احد الاخوات ان عمليه 6 أشهر نعم هذه سمه صارت نعم. اتمنى لان جد نعم. انا لو مريض تعطوني موعد 6 أشهر مره ثانيه زياده نعم. المرض في اي مرض كان نعم. سواء سكري او قلب او اي مرض اخر عضوي نعم. الحاله النفسيه هي اللي تساعد نعم. فانا لما الاحظ في اهتمام انتم كلكم خير وبركه ما نطلع لا بس انا ترى اخذ الامور هذه بجديه 100% اتمنى تاخذها بعين الاعتبار لا 100% وهذه لاحظ ترى احنا الحين على الهواء مباشره نعم. مدونه نعم. تؤرخ عند الارشيف نعم. تلفزيون نعم. الشهر راح ناخذها وعد منك على امام المشاهدين موعد اولا باول لكن ناكد ان هذه حالات مو 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 كثيرة ترى، وممكن بعض المرات المريض يطلب بعض الدكاترة بالاسم يكون عنده جدول مزدحم مثلا او اجازة نعم. او شغلة عليك نور نعم. لكن اوعدك انه هم اشوف الموضوع ان شاء الله. اتمنى دكتور لنا 6 أشهر حرام 6 أشهر لو تحسبها أكيد. نص سنة أكيد. راحت يعني شلون احط ايدي على خدي انطر لا ابدا شاكر لك الدكتور فيصل على حضورك واهتمامك، وان شاء الله في حلقات قادمة نكون مثلا في قبل شهر رمضان لان شهر رمضان ما اعطانا حقه لمرض السكر شنو يسوون في شهر الخير شهر العباده شهر الطاعه شهر رمضان شنو الاساسيات اللي يتبعونها مريض السكر له اسس يتبعها في شهر رمضان ناخذها وعد الان على مباشره قبل رمضان اذا الله اعطاني انا وياك ومشاهدينا عمر يكون لنا حلقه وننوه لاخواننا واخواتنا مرض السكر. نتشرف بخالد ومشكور على استضافتك ومشكور على قناه الشاهد على استضافتهم ما قصرت الله يرحم والديك. وانا كما وعدت اخواني ابو عبد الله واختي نادية واختي ام سعود واخوي علي العتيبي واختي ام محمد ان شاء الله بعد قليل راح نتصل عليكم نتجاوب معاكم وكلك خير وبركة دكتور انك قاعد تعطينا وقتك حتى تحت الهواء. اعادة هذه الحلقة باكر باذن الله الساعة 2 الظهر. اتمنى اجازة سعيدة ويكند سعيد لكم لنا ملتقى باذن الله احنا وياكم يوم الاحد القادم. هذا انا اخوكم ابداع السلية اترككم بحفظ الله ورعايته مع السلامة.